الطنطا البيضاء للملكه. على صباح غير دنيا. صباح النور، مرحبا. الله يبارك فيك. الله يخليك. تحيه لك ولطاقم والسمعات كاملين. وتحياتنا لك ايضا. تحيه كبيره لبوتينا. الله يخليك. اليوم عندي شي طالب السيدة تبعو الشباكية، كنتمنى يكونوا في الاستماع. اليوم غنعطيو الشباكية حلوة، وغدا ان شاء الله نعطيو صحابة الريجي. ايوه. وهو بلا سكر ان شاء الله. ان شاء الله. كيلو ديال الدقيق البيض. كيلو دقيق بيض. وزلافة ديال فينو ديال القمح. كل نوع ممتاز. زلافة فينو قمح نوع ممتاز. والزلافة اللي يعبروا بها يعبروا بها جنجلان. زلافة جنجلان محمر ومطحون. زلافة جنجلان محمر ومطحون. ونص زلافة ديال اللوز مسلوق كنسلقوه ونشفوه مزيان ونطحنوه، ما كنقليوش. لوز مسلوق. مسلوق. نشفوه مزيان ونطحنوه. ونطحنوه. ايه. وكاس زيت البلدية. كاس زيت بلدية. كاس زيت عادية. وكاس زيت رومية. كاس عادي بلدية ورومية كاس. وكاس زيت الزبدة. وكاس الزبدة. الزبدة ايه. وجوج معالق ديال النافع. كنصعدو غير شوية. كبار ولا صغار؟ ايه كبار. كنصعدو ونطحنو ونغربلو. اها. ومعلقة ديال حبة حلاوة. معلقة ديال حبة حلاوة. ومعلقة ديال القرفة بلدية. معلقة ديال القرفة بلدية. اها. ومعلقة ديال الخل. معلقة ديال الخل. شوية ديال الزعفران. شوية ديال الزعفران. اللي كنديرو بجوج معلق ديال المزهر. اها. جوج معلق ديال المزهر. ومعلقة صغيرة ديال خميرة الحلوة. معلقة صغيرة خميرة الحلوة. ايه. نصح الشباكية السيدات ما يديروش الخميرة ديال الدار. اه نعم. لأن كتجي شوية غليظة، هي خصها تكون شباكية جات زوينة خصها تكون خاوية. اه. تكون خاوية. صافي كنخلطو المكونات كاملين. كنديرو الدقيق ديال القمح وديال الفرس ونزيدو الزيوتين ولا مبسوسوع. دايما الشباكية كنديرو الزيوت. بحال كنقرنو داك الدقيق. عاد كنزيدو جنجلان وكنصوبو الحرشة يعني. عاد كنبسطو مزيان حتى كتدخل الزبدة والزيت وكلها تدخل فيها. عاد كنزيدو الجنجلان واللوز وصافي ندير مكونات كاملين ونديرو الماء. العجينة ما تكونش رطبة. تكون شوية قاصحة شوية. صافي كنديرها في بلاستيكة ونصيحة السيدة يعاودو يقطعوها غير كويرات صغار باش ما تشدش لهم العجينة بزاف. نعم. ونبداو نسرحوها هكا على طول مزيان ويطولوها على جوج ويخلوها تاني ترتاح ويسرحوها ويبداو يقطعو ويشبكو تيكملو العجينة ويديرو الزيت ديالهم. من الأحسن يقلوها في الكوكوط شباكية. نعم. في الكوكوط تتقلا ويهزو ويديرو في العسل اللي كنديرو تا هو فماغي ميكونش العسل سخون بزاف باش متحلش ليهم الشباكية. نعم. صافي نحطوها في الكسكاس ديالنا ونرشوها بجنجلان وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة لله. السيدات وهو بلا سكر غدا ان شاء الله نعطيها اليوم ان شاء الله بحول الله. شكرا لك على هاد الوصفه اللي قدمتي لنا اليوم.